اهتمام كبير جدا من الدولة، من طبعا فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بصحة المواطنين، صحة المواطن المصري مهمة. الخبر اللي أنا عايزة أتكلم فيه مع حضراتكم دلوقتي أنا بشوفه من الأخبار المهمة اللي هي أهالينا مش بس في المحافظات الكبيرة ولكن في كافة محافظات مصر، يعني هيبقى عندهم فرصة وفي رعاية من خلال يعني وحدات والخدمات اللي بتقدم في الوحدات المحلية اللي موجودة. يعني معنى ايه؟ يعني مثلا لو انا عندي مشكله صحيه بسيطه خاصه السيدات او المشاكل البسيطه اقدر اروح الوحده القريبه مني اعرف ايه الاخبار، لو احتجت مستشفى ساعتها انا انتقل الى المستشفى، ولكن احيانا ممكن تكون حاجات بسيطه تنتهي في الوحده وانا اطمئنيت على نفسي وفي نفس الوقت خدت الرعايه اللي انا محتاجها واقدر اروح وارجع على الوحده. ده بالنسبه لي خبر مهم جدا من الاخبار اللي انا كمان بشوفها اخبار مهمه، الدوله تعتني بصحة المواطن أيا كان فين المواطن موجود في أي مكان يبقى عنده الخدمة الصحية والطبية الخاصة به. تعالوا كده نقرأ الخبر مع بعض. عقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان مؤتمرا صحفيا تناول خلاله تفاصيل مبادرة رئيس الجمهورية لدعم خدمات وحدات ومراكز الرعاية الأولية. قدم الوزير شرحا تفصيليا حول مفهوم خدمات الرعاية الأولية لإطلاع المواطنين على الخدمات المقدمة من خلال هذه الوحدات في جميع محافظات الجمهورية، وتقدم العديد من الخدمات للمواطنين ومنها الكشف المبكر عن الأمراض وكذا الخدمات الخاصة بالمبادرات الرئاسية المتنوعة، والأمثلة كالآتي: صحة المرأة، تنظيم الأسرة، الخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها. أكد كمان وزير الصحة أن العمل في المشروع يستغرق عامين بتكلفة 6 مليارات جنيه ويستفيد منه 80 مليون مواطن على مستوى الجمهورية. الحقيقة خبر مهم جدا. مزيد من التفاصيل معنا دكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير أستاذ شفقي، تحياتي لحضرتك أنم ولمشاهدي حضرتك الكرام، والتحيات متبادلة. بشكر حضرتك. أولا الخبر ده بالنسبة لنا وبالنسبة للمواطن هو خبر مهم، فكرة أن أنا أبقى مواطن وفي أي مكان أنا موجود في أي محافظة وعندي أي وعكة صحية أو أي مشاكل بسيطة أقدر أتوجه إلى الوحدة. الوحدات هيبقى فيها إيه بالظبط؟ يعني النهاردة الدكتور خالد عبد الغفار بعد الاجتماع الأسبوع لمجلس الوزراء استعرض الملامح الأساسية لمبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم خدمات وحدات ومراكز الرعاية الأولية. احنا النهاردة بنتكلم على مراكز طب الأسرة، وحدات الصحية، المراكز الصحية الأولية اللي بتقدم خدمات صحية لما يقرب من 80 مليون مواطن. بنتحدث عن تطوير شامل من حيث الكم والكيف. الكم بنتكلم على مد ساعات العمل بدل ما كانت الوحدة الصحية بتخلص على الساعة 2، احنا بنتكلم النهاردة للساعة 8 مساء، وهناك وحدات سوف تقوم بتقديم خدمة الطوارئ الأولية. من حيث الكيف بنتكلم على عيادات تخصصية، بنتكلم على تقديم خدمة الطوارئ، بنتكلم على زيارات منزلية لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، نتكلم على تحسين كافة الخدمات المقدمة في الوحدات الرعاية الأولية والأساسية لكل المواطنين. الحقيقة وحدة الرعاية الأساسية بتستقبل المواطن من الولادة وحتى سن الكهولة أو الشيخوخة، بداية من التطعيمات الإجبارية في سن الولادة والفحص السمعي إلى مبادرة كبار السن وتقديم الدعم النفسي والمعنوي والدعم الصحي لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. المرحلة الأولى من المبادرة بتشمل 251 وحدة على مستوى الجمهورية في 21 محافظة، لأنه في 6 المحافظات التانيين بتقدم فيهم الخدمات دي بالفعل من خلال منظومة التأمين الصحي الشامل. تمام، يعني احنا يا فندم هنا استأذنك هنبدأ ب 21 محافظة، دي المرحلة الأولية اللي هنبدأ احنا في 6 شغالين فيهم فعليا من خلال التأمين اللي هم دخلوا. تمام. المحافظات اللي دخلوا، فاحنا بنتكلم على بقية المحافظات التي لم يشملها منظومة التأمين الصحي الشامل، وبالتالي احنا بنتكلم على تطوير متوازي
لمنظومة تقديم الخدمة الصحية من خلال وحدات الرعاية الأولية. بنتكلم على تحسين في البنية التحتية والإنشاءات، نتكلم على نوعية مختلفة من الخدمات، نتكلم على مد فترات العمل، نتكلم على تدريب الطواقم الطبية اللي موجودة في الوحدات الرعاية الأساسية، نتكلم على حزم تحفيزية من الناحية المالية للعاملين في الوحدات الرعاية الأساسية مرتبطة بكفاءة وجودة الخدمة. تمام، يعني هنا كمان هيبقى المواطن اللي بيبقى قلقان بقى، بدل ما الناس انت عارف كانت تعتمد على الصيدلية في الضغط والسكر والحاجات البسيطة، هو دلوقتي مش هيروح للمكان المظبوط، المكان اللي هيقدم له رعاية، وبالتالي هنا الوحدة ممكن تنصحه لو الحالة عنده تستدعي مستشفى، يبقى هتنصحه انه يروح مستشفى. بالضبط. احنا بنربط هذه الوحدات بمستشفيات إحالة، بحيث انه اذا راى طبيب الاسره او الموجود في الوحده الصحيه انه الحاله الصحيه للمواطن اللي جاي يكشف محتاجه الى مزيد من التخصص، بيتم احالته للمستشفيات المربوطه بالوحده الصحيه، او خلينا نكون اكثر دقه اللي الوحده الصحيه مرتبطه بها بنظام الاحاله، عشان يبقى احنا بنقدم كل الخدمات المستوى الأول من الخدمة في وحدة الرعاية الأساسية. احتاجنا تخصصات أكثر أو احتاجنا مستوى أعلى بنروح مستشفى الإحالة، احتاجنا تخصصات أكبر أو عمليات أو تدخلات جراحية ذات مهارة أو متخصصة بنحولها لمستشفيات الإحالة من المستوى الثالث أو المستشفيات التخصصية. أكيد الحقيقة ده من الأخبار اللي هنستبشر بيها أيضا لبداية عام جديد، وهيبقى مهم جدا بالنسبة لصحة المواطنين المصريين. دكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أشكر حضرتك شكرا جزيلا. أنا دايما بشوف بأنه كل ما اهتمينا بصحة الناس، وبالذات في الفترة، وأنا شايفة مثلا موضوع تنظيم الأسرة أنه يعود دايما إلى الوحدة اللي موجودة أو رعاية الوحدات اللي بتبقى موجودة في المحافظات، بتقدر كمان السيدة يعني تتردد عليهم وتاخد بآرائهم وتتكلم معاهم، بيبقى في كده تروح وتيجي، في نوع من أنواع الثقة، نوع من أنواع الأمان، غير إن هي تبدأ بقى تدور أو تروح محافظة أو تدور على طبيب. فأعتقد إنه هذه الوحدات هتعمل شغل مهم جدا وهتفيد المواطنين بشكل كبير. النسبة الكبيرة اللي هتستفيد الحقيقة رقم كبير جدا، 80 مليون، وطبعا زي ما حضراتكم عرفتم إنه المرحلة الأولى هتكون 21 محافظة، لأنه في محافظات بالفعل فيها بدأ فيها التأمين الصحي.